يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على موقع askshadi.com وعلى اليوتيوب askshadi. اليوم رح نشرح برنامج اسمه PDF 24. هذا PDF 24 موجود على موقع askshadi، فينا نفوت وننزله. برنامج رائع، هو فري، فيه بقلبه كل شيء ممكن ينعمل على ملف PDF. يعني فينا ندمج ملفات PDF ببعضها، يعني عنا شي 10 ملفات، أنا بشوف كيف ندمجهم مع بعضهم. فينا نعمل ريديوس للسايز تبع PDF، فينا كمان نعمل أورجانيز لما نشوف كيف، فينا نحول PDF لصيغة تانية، فينا نعمل روتيت نقلب PDF، فينا نعمل سبليت نقسم ملف PDF لكذا قسم إلى آخره، فينا نشيل صور من قلب PDF. اوكي، يا منشيل الصور يا اما منحول البي دي اف كمان لصور، لصفحات، الصفحات تبع البي دي اف بتصير كلها صور الى اخره. اذا هذا برنامج رائع. رح نبلش اول شيء نعمل مارج، ونفوت على المارج باللي يعطيني الفايلات اللي انت بدك تعمل لهم مارج. لنحسب انا حاطط، انا على الفلاش ميموري بقلب اللكتشر حاطط كذا درس من الواحد لل15، بعلمهم كلياتهم وبقول له اوبن. كل هول البي دي افات بدو يدمجهم مع بعضهم، بقول له مارج، يعني يدمجهم ببعضهم في ملف واحد، وبعمل له سيف بكل سهولة. طبعا بسماها هو مارجد، بحطها وين؟ برجع نفس المطرحة على الفلاش ميموري اللي عندي بقلب اللكتشر، وبقول له سيف. بنرجع اذا بدنا نعمل شي تاني، بنرجع على الهوم. مثلا خلينا نفوت نعمل ريموف لصفحة معينة، نفوت على الريموف، تشوز فايل. لنحسب انا في عندي ملف PDF اللي هو تبع جرائم المعلوماتية. لنحسب انا اول صفحة مكتوب فيها قانون الرقم ما بعرف شو الى اخره، بعمل لها الغاء ديليت، وبعمل سيف لا الملف كرييت. هيك بيكون شلي اول صفحه. اذا بلقي الصفحات اللي ما بدي هني، الصفحات اللي ما بدي هني بالقيون بكل سهوله، وبقول له كرييت بي دي اف. هاي اذا بدي الغي صفحات، فيني انا طلع الصور من قلب البي دي اف. يعني عندي بي دي اف في بقلبه، ولا نحسب صور كمبيوترات الى اخره كذا، بيطلع لي كل شيء في صور. اذا مثل ما شايفين شيء رائع، حتى فيني حط انا صوره مائيه، يعني حط انا لوجو على شو اسمه الملف البي دي اف اللي انا عندي اياه. فيني اعمل كروب الى اخره، كلهم هودي فيني طبقون، كتير كتير هينين وما بدهم شيء. اذا بتمنى انه تجربوه، هذا البرنامج كتير رائع ومفيد، ويعطيكم الف عافيه.